قولوا لي أشقائي العرب، لستم أحرص منا على استقرارنا؟ نحن أهل البيت ونحن له حامون، أنتم أولى وأحرص على استقراركم في بلادكم، لكن الاستقرار نحن الذي نبنيه، وليس لكم الحق بأن تتدخلوا في شأننا الداخلي، فتقولون أننا نتآمر على الاستقرار وأننا سنشحد الوطن. لا، إن الأخوة لا يمكن أن تعمر وتدوم إلا على أساس الاحترام المتبادل وعلى أساس التضامن. فلتكن رسالة قوية منكم جميعا ومن كل التونسيين الأحرار أننا لا نقبل تدخلا خارجي، لا من شقيق ولا من صديق. شادي شادي في صراحة المنتجين، شادي شادي في صراحة